معلش يا استاذ سعد سهرتك. الجدع الاسود ستوري ده رغاي رغي، قلب دماغي، خلى دماغي قد كده. انا اسف، تصبح على خير. سعد ناجي. ممكن كلمتين لو سمحت؟ أوي أوي. تفضل. 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 إيه خير؟ في إيه يا عم سعد؟ شكلك كده مش عاجبني، في حاجة؟ هو سؤال أستاذ ناجي. أنت وجودك هنا بالعراق شو تسوي؟ أنا مش فاهم السؤال. لا، سؤالي بسيط وواضح ومفهوم. أنت والجماعة اللي وياك شو تسوون؟ ما أنا قلت لك قبل كده، إحنا كنا طالعين على مصر، ما لقيناش تذاكر على الطيارة. آسف، الجواب خاطئ، صفر. في إيه يا أستاذ سعد؟ أنت بتمتحني ولا إيه؟ اسمع أستاذ ناجي، أنا رجل بسيط وعلى قد حالي، عمري ما ادعيت بالبطولة ولا بالمقاومة، رجل بسيط وطيب، بس هذا ما يعني يجيني واحد يخدعني. ما عادش اللي يخدعك يا أستاذ. لا، أنت خدعتني. ليش أستاذ ناجي؟ دخلتك لبيتي وخليتك واحد من عائلتي، اعتبرتك أخويا، تكذب علي ليش؟ أنا ما كذبتش عليك في حاجة يا أستاذ سعد. هاي الجنط اللي عندكم اللي ما تحب تفارقها تماما ولا لحظة، خايف عليها، وساعة اللي أنت ما موجود تخلي واحد من الشباب حارس عليها، شبيها. ما أنا قلت لك فيها إيه قبل كده؟ فيها أوراق مهمة وملفات دبلوماسية سرية. أوراق مهمة دبلوماسية وسرية، أعرف. هي هاي الأوراق اللي تخلي الإنسان يبيع ضميره ويخون بلده. الكلام الكبير ده يا أستاذ سعد. أول مرة بحياتي أعرف أن هاي الدولارات هي أوراق دبلوماسية وسرية. قل لي أستاذ ناجي، هاي الدولارات مين جبتوها؟ منا من العراق؟ وين تردون تودوها؟ مصر؟ طب اسمع بقى، إذا ما عرفت الحقيقة لازم تفهم كل حاجة. أيوة، الشنط دي فيها دولارات، ملايين الدولارات. أنا بالنسبة لي هاي معلومة مو جديدة، ومع الأسف كلامك هذا ما إله قيمة تماماً عندي. طب اسمع بقى كلام اللي له قيمة. الفلوس دي من إسرائيل، أنا اللي سرقت بنك اليومي، والمسجد دور عليها في كل حتة أنا والعيال دي، عشان كده أبو القاسم بيساعدني. عايز أقول لك على حاجة كمان، الجدع اللي اسمه ستوري ده عرض عليا 250 ألف دولار عشان أقرب له تمثال جوديا معايا. وأنت إيش كان ردك؟ يعني جريت وعملت نفسي موافق، بس أنا اللي ممكن أعمل جريمة زي دي مهما كان الثمن. اسمع أستاذ ناجي، أنا يكفيني المشاكل اللي عندي. أنا رجل قافل باب بيتي علي وعلى زوجتي، وما عندي مصلحة لا بستوري ولا غير ستوري، ما عندي مصلحة لا بالسلطة ولا بالمقاومة. على هذا الأساس أرجوك تسامحني، أنت والجماعة اللي وياك تغادرون الصبح البيت، ولو هاي مو عروبية من عندي، أرجوك تسامحني نادي. الله يخليك، عفوني بحالي. بكرة الصبح تتصل أبو القاسم حتى يجي يسوي صرف. اللي تشوفه أستاذ سعد، أنا كنت واخد القرار ده بعد ما قابلت ستوري، وأنا بقرر أسفي للمرة التانية. تصبح على خير. انتوا شوية عيال ما عندكوش أي إحساس بالمسؤولية. أنا قايل الشنط دي ما تتسابش ثانية واحدة. يجي حتة عيل صغير يفتح الشنط يعرف فيها إيه؟
كنتوا فين؟ بتعملوا ايه؟ بتتفزعوا؟ يا باشا احنا كنا فاكرين ان زاهر هو اللي قاعد مع الشنط. انا قايل الاتنين يقعدوا جنب الشنط مش واحد. الدور كان على زاهر والشيخ حسن. انا كنت بتوضى ساعه الباشا وكنت سايب زاهر جنب الشنط. والله العظيم يا ناجي باشا، ريقي نشف، طلعت اشرب بقي ميه ونزلت على طول. دقيقه ونزلت. اسمع عاد انت، هو انا ممكن ابدي كل واحد نصيبه يغور في 60 داهيه، يتاخدوا منه بقى يتضرب بالنار، ابقى خلصت منكم. انا شايل همكم، انا ممكن اشيل هم نفسي لوحدي. بصوا بقى، هنمشي عدل وننفذ الاوامر بدقه، ولا كل واحد يروح لحاله؟ على الاقل انا حركتي هتبقى اخف منكم عشان هبقى لوحدي مش ماشي في فرقه ورايا. متاسفين يا سعاده الباشا، ما عدناش نعمل كده تاني. بعد ايه؟ بعد الاستاذ سعد ما عرف والراجل الزفت اللي اسمه سطوري عرف الاخر. نركز شويه، احنا بقينا مكشوفين، في اي وقت هقول لكم يلا بينا، في ثانيه الاقيكم بره جاهزين انتوا والشنط. مفهوم؟ اوامرك يا باشا. انا هكلم ابو القاسم يجي ياخدنا، هنروح مكان تاني، محدش يتنقل من جنب الفلوس، كلكم نبطشيه جنب الفلوس النهارده في البدروم. مفهوم؟ مفهوم مفهوم مفهوم, مفهوم. نعم، كما ذكرت بأن رئيس الوزراء نور المالكي قال بأن العراق البلد الأكثر استقرار في هذه الأرض. تعطلون الأكل كله، ما تخلوه. يلا يلا. اليوم وقبلها بكثير. إيه ده، موبايلات؟ معقول تدوا موبايلات للأطفال في السن ده؟ ده خطر عليهم. إيه حبيبتي، لازم ننطيهم الموبايلات حتى نطمئن عليهم من المفخخات والمتفجرات لا سمح الله. إيه، وبعدين إذا صار ما صار يدارون في أي مكان ويخبرونا ويقولون على مكانهم. الله يكون في عمك، والله يكون في عم كل أم ابنها بيروح المدرسة. ماما أريد كارت. عفريت أنت جسم، عبيت لك الموبايل. يلا يلا انتبهوا على نفسكم. يلا يلا، الله معاكم. يلا حبيبي، الله معاكم. وقد تقرر اليوم أن تكون زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية إلى بغداد لكي تتفقد الأحوال عن قرب، مؤكدة في مؤتمر صحفي قبل قدومها إلى بغداد أن الحياة الطبيعية عادت إلى البلاد وأن كل منشآت الدولة تمارس نشاطها بشكل ملموس. يا أخي، ذول الأمريكان يعشقون الإعلام. اليوم الأولاد يروحون للمدارس والموظفين يروحون للدوام، وكأنه الأمور بالعراق عادية، ماكو شيء. اليوم كل ما تروح بشوارع بغداد راح تشوف في سيطرات وحراسات وسيارات ورشاشات. ومثل كل مرة ممكن ما تجي الوزيرة بالنهاية. فوزية سعد وينه؟ لسه نايم؟ الساعة 8 شنو، ما عندني يروح المدرسة؟ اي والله خطية، البارحة سعد ما نام طول الليل، اكو شيء شاغل باله.